بهدف المساهمة في بناء مجتمع يمتاز بحواره الحضاري البناء، تم إطلاق المؤتمر الصحفي بعنوان البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية بمشاركة هيئة التميز والإبداع والأولمبياد العلمي السوري في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق. الإعلام حيكون شريك لنا أكيد بأنه ننشر برنامج المناظرات المدرسية وننشر ثقافة المناظرة بين الناس. المناظرة هي عبارة عن مهارة قابلة للتطوير، بهمنا أنه الناس تتحاور بين بعضها بقواعد وسلوكيات وأدبيات محددة، كل واحد بياخد وقته، كل واحد بياخد حجته ليناظر وليقول مقولته، بالأخير الحجة أقوى هي اللي بتفوز. أي شخص أي طالب عنده فرصة يحضر تدريب المناظرة وياخد المهارات اللي نحن بنقدمها للكل بدون استثناء. اللي بيتم اختياره هن الأشخاص اللي بيربحوا ضد بعض، فما بيكون ما في علامات، ما في فحوصات مكتوبة، هي في منافسة. الفريق اللي بتربح وبتتأهل هي اللي بتربح ضد زملائها. المؤتمر تضمن التعريف بهذا المشروع الوطني وأهدافه في نشر ثقافة المناظرات المدرسية بين الأجيال الصاعدة ومنافساتها على المستوى المدرسي في مختلف المحافظات. نحن عم ننطلق هلأ بتفعيل عدة نوادي مناظرات بجميع المدارس الحكومية والخاصة المتفوقين، وكمان ما نو بس فقط بالمدارس، بالجمعيات وأي منظمة بترغب بأنه يكون عندها نادي مناظرات فهي قدرانة أنها تنضم لخطة عمل المناظرات. طبعا عم يكون في خطة تدريب، عدة تدريبات حتصير للأشخاص اللي تقدموا عن طريق الاستمارة بمحافظاتهم. حيكون هلأ في TOT قريب دورة إعداد مدرب بدمشق للمتقدمين من دمشق وريف دمشق بدمشق، وبعدها حيكون لحماة، وبعدها على التوالي بباقي المحافظات السورية حيتم الإعلان عنها على صفحة هيئة التميز والإبداع. المؤتمر بيتحدث عن إطلاق البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية للعام 2022. تحدثنا عن النقاط أو المحاور الأساسية اللي كانت إضافات السنة، من تحدي سلم، من تفعيل نوادي المناظرات بمدارس المتفوقين، وبغاية إن شاء الله أنه نقدر نفعل هاي النوادي ونستقطب الطلاب من كافة المدارس السورية. خطوة جديدة تدعو إلى إضاءة شمعة في ذهن كل مشارك لبناء وطن ونشر ثقافة الحوار الحضاري بأساسه المعرفي والمنطقي.